التاسعة مساء من أون لايف، أهلا بحضرتكم. أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1438 من الهجرة، وأن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة تتقدم أسرة قناة أون لايف إلى أبناء شعبنا المصري العظيم وإلى مشاهديها في كل مكان بأخلص التهاني، وتدعو الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة وعلى الجميع بالسلام والأمان وتحقيق المزيد من الانتصارات على طريق النهوض الشامل، وكل عام وأنتم بخير. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بالعيد، حيث اتصل جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين بالرئيس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. كما تلقى الرئيس اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان للتهنئة بحلول العيد، وتلقى الرئيس السيسي برقية تهنئة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالمناسبة ذاتها. يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي المجر مطلع الشهر المقبل، ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة مباحثات مع المسؤولين المجريين تتناول دفع العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما يشارك الرئيس في قمة مجموعة فيسغراد. أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية عنقودية تستهدف تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بالبلاد تزامنا مع احتفالات عيد الفطر ومرور 4 أعوام على ثورة 30 يونيو. وقالت الوزارة إن المعلومات الأمنية كشفت عن شروع تلك العناصر في اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية عبر تفجير انتحاري مزدوج بواسطة عنصرين. شكرا للمتابعة، ودائما يتجدد اللقاء على رأس كل ساعة.